بسم الله الرحمن الرحيم. معاك دكتور أسامة عبد الحكيم من دبي. النهارده 30 ديسمبر، يعني خلص فاضل اليوم. كل سنه وانتم طيبين. السنه الجميله عدت 2023، يا رب 2024 تكون حلوه زي 23 او احلى كمان واكتر. يعني دايما بنتفائل في اخر السنه ان الدنيا تبقى احسن، او دايما نقول هي كويسه وتبقى كويسه اكتر واكتر ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم، ورب يكون الكل سعيد. يعني أنا حبيت صراحة إن إحنا أتقابل بيكم قبل تخلص السنة. غبت عنكم فترة، يمكن حوالي أسبوعين شوية أو 4 أسابيع، يمكن 4 أسابيع، منه أسبوعين كانوا في مصر وأسبوعين كنت عملت عملية. كانت حاجة مضايقاني من مدة كده ومأثرة على نظري، وهنتكلم عنها ببساطة كده في الآخر، وهيبقى لنا شرح كتير أو كلام كتير عنها في الفترة اللي جاية إن شاء الله. النهارده انا بتكلم، يعني مش هنطول كتير عليكم، يعني عشان اكيد الناس سهرانه بره او هنا او هنا. ونتكلم على لوسي. لوسي هي مريضه كانت عندي، عندها حول خارجي، وكان المفروض نقابلها لايف النهارده، بس برضه عشان احنا اخر السنه وهي بتشتغل، فللاسف استدعوها في الشغل. الدنيا زحمه قوي هنا اهو، والمحلات زحمه وهي بتشتغل في محل. وان شاء الله وعدتنا ان احنا نلتقي بيها تاني، ولو 10 دقائق او ربع ساعه نتكلم معاها ونسالها ايه انطباعاتها. والهدف من اللقاء حقيقي دايما بحب، انا زي ما قلت لكم قبل كده، بسعد ان انا اسمع المرضى عشان اعرف ايه اللي كانوا حاسينه ايام اثناء العمليه، ايه اللي حاسينه قبل العمليه، ايه اللي حاسينه بعد العمليه. ده بيسهل عليا ان انا ابقى قريب اكتر منهم، وانا بحاول اشرح لهم العمليه وبفهم اكتر ايه اللي بيحصل، والناس اللي عندها تساؤلات تفهم ايه اللي بيحصل. يعني ايه اللي بيحصل قبل العمليه، مخاوفهم، هل المخاوف دي كانت حقيقيه ولا لا، ايه اللي استفادوه بعد العمليه، وهكذا. يعني فالهدف من اللقاءات اللايف هو الاحساس بالناس والاحساس بالمرضى، وان احنا نحس هم يعني قد ايه كانوا متوترين زي اي واحد داخل يعمل عمليه، او متوتر واحد كبير. فالميزه بتدوس انها كانت واحده كبيره او شخصيه كبيره زي ما هنشوفها في الفيديوهات، وهتبقى معانا يمكن بكره ولا بعده، نقلها بسرعه ونقابلها لو مقابله سريعه كده ونسمع منها. فلو حد كبير بنسمع ايه انطباعاته وايه اللي حصل معاه، وهل في الم لا، او لما بنستضيف اطفال بنسمع عن اهاليهم واحساسهم ايه ناحيه ابنهم وتوتراتهم، وهل التوترات الموضوع كان يساعد كل هذه التوترات، ولا الموضوع في الحول. انا بتكلم على الحول بالذات، كان من البساطه اللي احنا فعلا بنتكلم عنها اثناء تقديمنا للمريض. لما نيجي نتكلم نقول ان احنا ندخل نعمل عمليه، بقول له عمليه بسيطه والموضوع سهل، بياخد وقت بسيط، وبعد العمليه بيبقى شويه الام بتنتهي مع الوقت. مش موضوع كبير، يعني مش بنتكلم على جراحه قلب، مش بنتكلم على جراحه صدر، مش بنتكلم على حاجه يعني. ففي كل الاحوال احنا هنسعد بيكم وهنستضيفها، وان شاء الله ربنا يسهل ان شاء الله يعني نسمع لها. خلينا نبتدي الاول عشان ما نطولش اكتر من كده. قبل العمليه دي لوسي اهي، كانت جات لنا العياده وكان عندها حول زمان شديد عنيف جدا، يعني هي كانت طالعه بره خالص، وهي يعني حاجه و30 سنه، اموره كده ولذيذه. جات كشفت عندنا هنا، بنكشف عندها عليها في العياده عندي في دبي، وبنشوف كميه الحول قد ايه وبنقيسه. وكانت يعني متجهمه شويه كده او مشدوده شويه، بنستخدم حاجه اسمها منشور، اللي هو الاله اللي بتاع اللي ماسكها في ايدي دي، بتقيس لي كميه الحول وتعرفني الحول فوق ولا تحت. بنفحص بعد كده بالجهاز ده، هو بنفحص العين من قدام، بنفحص العين من هو من ورا، بنطمن على اجزاء العين الثانيه. يعني بعد ما نقيس كميه الحول بنطمن على العين، وابتدينا نتكلم معاها على العمليه بالانجليزي. بقى هنحاول نترجم. بقول لها انت هتعمل العمليه بكره، فقالت لي انا هعمل عمليه بكره. قلت لها طب انت يعني متشوقه انك تعمل عمليه؟ قالت لي ايوه، انا اكسايتد، انا متشوقه ان انا اعمل عمليه. بتقول لي من وانا صغيره خالص وانا نفسي اصلح عينيا من وانا صغيره. تخيل بقى عندها حاجه و30 سنه، فهنقول 30 سنه من عمرها وهي نفسها تصلح الحول ده او تخلص منه. عقده كان عندها بامانه، يعني فعلا كانت صعبه. يعني هي كان حلم حياتها ان تبقى تشوف عينيها ادلين يعني لقدام كده. هي كانت زعلانه قوي ان في عين كده وعين كده بقى، فدايما كانت دايما تعمل لي كده، تحاول يعني. طبعا انها في البنيه فبتتكلم انجليزي شويه، فبتحاول برضو تستخدم الاشاره يعني. يعني بتقول لي من يوم ما اتولدت عندي عين عدله والعين الثانيه رايحه عليا كده. But how you feel when to be straight after the surgery? انا سالتها سؤال وعجبني قوي الرد بتاعها. بقول لها انت حاسه بايه، هتحسي بايه لو انت بعد العمليات حسيت ان عينك عدل؟ قالت لي انا هبقى طايره. يعني شوفها كميه البسمه والسعاده، ويمكن دي اكتر حاجه
عجبتني فيها قد ايه احساسها وساعدتها انها تبقى عينيها عدله بعد العمليه. فكانت يعني حسيت بكميه فرحه قد ايه الفرحه دي انا ببقى بتشوقني ان انا اعمل عمليه واشوفها بعد العمليه. After the surgery. So سالتها happy. تاني Yeah, I'm so سعيده happy قوي قوي. because since of before. Yeah. Why you didn't fix it before? Why? Because I don't have سالتها سؤال بسيط خالص، قلت لها طب ليه انت ما صلحتهاش قبل كده؟ يعني انت عندك حوالي 30 سنه وما عملتيش عمليه الحول الفتره دي كلها، ليه سبت عينيك المده دي كلها؟ You don't have the money yeah, this yeah, time. yeah. قالت لي ما كانش معايا فلوس. فساعات بيبقى في عوائق، يعني انا حتى لما بيجي مريض بقول له والله اعمل عمليه الحول لكن لو في صعوبه ماديه خلاص، يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فهي للاسف الشديد كان عندها ضغوط ماديه، وفي الفلبين ما كانتش تمتلك الفلوس اللي تعمل عمليه هناك. وطبعا لما جت في دبي هنا هو الموضوع كان اصعب شويه لان الدنيا هنا اغلى شويه، وسافرت من بلدها لدبي عشان تشتغل عشان تحوش عشان تعمل عمليه الحول. يعني هي كرست جزء كبير من حياتها عشان تدبر المبلغ اللي هتعمل بيه عمليه الحول. يعني هو كان احد اهدافها في الحياه، تخيلوا ان تبقى عينيها مستقيمه، وقالت انا هسافر من الفلبين لدبي واحول الفلوس. فطبعا يعني خايفه ترجع في الفلبين هناك مش عارفه المستوى الطبي عامل ايه، فقررت تعمل في دبي، واللي حوشته جات لنا بيه عشان تعمل العمليه عندنا في المهرب هنا. بتقول لي انا بشتغل يعني بشده وبقوه عشان اخلي عينيا مستقيمه. قلت لها لما كان عندك حاول كان عندك مشاكل مع الناس، دايما انا بسال السؤال ده هو سؤال محرج، يعني معظم اللي عنده حول بيحاول يهرب منه قوي لكن بيحاول يلمح ان كان في عنده مشكله. يعني make some situations hard for you, situation or dealing with the people. Yeah, When you yeah. are looking to them, yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. yeah Before, Thomas, bowling to me, bowling. Yes. Yeah. يعني الناس كانوا بيبصوا لي باستغراب، فانا حاولت اقول لك حصل لك مواقف محرجه، فقالت لي ايوه طبعا كان عندي مواقف محرجه بس يعني مش قادره اتعبر، لكن قالت ان الناس كانوا بيبصوا لي وهم متضايقين يعني او مستغربين انا ليه كده يعني. It's not straight. Why not straight like that? يقولوا لي ليه عينيكي مش مستقيمه؟ ليه عينيكي مش مستقيمه يعني؟ What I do, my eyes is like this because my money. فقلت لهم هعمل ايه؟ يعني عينيا كده يعني. That cannot become twisted my eyes because the money. مامتي ما كانتش عارفه تصلح لي الحول عشان الفلوس. My mother doesn't have the money to fix my eye. فهي كان عندها مشكله، ويعني اللي عجبني فيها ان هي جايه تشتغل ويا دوبك عاملها في بياع في محل يعني، وبتبيع وتحوش وشهر ورا الشهر وسنه ورا الثانيه، ما اعرفش كان بقى لها كام سنه هنا. واول ما فكرت اعمل قالت انا هاجي اصلح الحول واشوف عينيا مستقيمه. لا شك ان الحول هو فعلا يعني بنتكلم عن مكونات كتيره جدا، لكن هو شكل من اشكال التنمر وشكل من اشكال الاستهزاء. يعني انا النهارده كانت فعلا 30 ديسمبر 23، وكان عندي الصبحيه راجل كبير عنده حاجه و40 سنه، وكان معاه اخته جاي يكشف عندي وعنده حول. وبعدين النهارده يعني قبل ما اجي يعني بنحاول من 3 4 ساعات كده في اخر حياتي يعني. فقلت له انت عندك حول محتاج تعمل عمليه حول؟ قال لي اه ما انا جاي عشان كده يعني. فقلت له طب انت يعني متحمس انك تعمل العمليه؟ فرد قال لي اه ان شاء الله طبعا عايز اعمل عمليه. شخصيه لطيفه كده، وزوجته واخته قصدي شخصيه لطيفه تمام. قالت لي اه يا دكتور عشان خاطري طبعا مرتين يعني بمداجه، عشان خاطري عشان نبطل التنمر اللي بيجي عليه من زوجته ومن بناته، يقولوا له مالي عينيك ضربه كده مالي عينيك ضربه كده. يعني طبعا هم مش بيتنمروا عليه بس يعني يقعدوا يهرجوا عليه يعني. فهو الراجل تعب من كتر ما حتى اقرب الناس ليه اللي هم عايشين معاه وواخدين عليه ابتدوا يشتكوا. فعجبني التعليق بتاعها ان هي بس عشان وقالت كلمه التنمر عشان بس نحمي من التنمر اللي بيحصل عليه من زوجته ومن بنته او من بناته. فهو لا مشكله كبيره جدا وجود الحول، وعدم علاجه حقيقي بيخلي الشخص في موقف محرج جدا زي البنت ده. هي ما بقاش المريض عارف بيكلم مين او بتكلم مين او كده. وهنشوف، انا عندي مجموعه فيديوهات وكومنتات انا نفسي ما كنتش اتوقعها، ما اعرفش اذا كنا اتكلمنا عليها لا، لكن بلاقي تعبيرات وحاجات بتحصل. يعني انا احد الاشخاص اللي عملوا عمليات كان عنده مشكله ان هو يقول لي انا طول ما انا ماشي في المول او في السوق بتحصل لي مشاكل مع الستات، بيفتكروني بص عليها، او انا بكلم راجل يقول لي انت بص على زوجتي ليه؟ انا بص عليه هو بس عينيه الثانيه رايحه على زوجته.
فبتسبب له احراج وانت بتعكسنا وانت بتبص لنا، ومع الحساسيه في الحاجات دي في بلد متحفظه الى حد كبير مع ناس متحفظين زي اهل الامارات. فتخيل ان الحول عمل له مشكله في ان هو مش عارف يبص لحد في المول، لان بيفتكر ان هو بيبص عليهم او بيعكسهم، هو بص قدامه مثلا انت انا رايح هنا فتكلمه وتقول له. يعني منظومه رهيبه جدا، والامانه العلاج سهل وبسيط، وهو ده اللي احنا بنحاول بقى نوريه في اللايف انترفيو. يعني لما بنحاول نقابل مريض ونساله، وكان نتمنى نقابل لوسي النهارده ان شاء الله نقابلها يمكن خلال يومين ولا حاجه، لانها بتشتغل تقريبا طول الاسبوع، وكان هو الويك الاوف بتاعها يوم السبت، والنهارده طلبوها للشغل عشان الدنيا زحمه، لكن هنقابلها في الدي اوف بتاعها وتحكي لنا ايه انطباعها، هل كان فعلا في مشكله، الموضوع كان ضخم، هي كانت مشكله ماديه، طب هل كان في بقى مشاكل عطلتها عن الشغل او حاجه تعبتها، وده هنشوف ان كان كل ده مش موجود خالص، وهي زي ما توقعت العمليه دخلت وطلعت. نشوف يوم العمليات، يوم العمليات بقى يوم العمليات هي فوت العمليات قبل العمليه، ممكن نشوف الحول، يعني لو ندقق كده بشكل الحول، لان ضربه خالص الناحيه الثانيه، مره اليمين ومره الشمال، ويعني بيقتطع جزء كبير من انوثتها او من جمالها. لا يعني الشكل مختلف او الشكل غريب شويه، لان طالعه لبره حاجه تخض يعني طبعا، ولا حق ده تبقى نفسها تعمل عمليه. الموضوع بسيط خالص، بنجيبها يوم العمليات قبلها بتغير وتلبس، وبشرح لها هنعمل عمليه في عين واحده، بعدين بعد ما تصحى كنت ناوي اكشف عليها، وانا عملت كده بالظبط، كشفت عليها لو لقيتها انها كويسه 100% خلاص، لو لقيت لسه فاضل شويه حول ممكن نخش تاني ونكمل تصليح الحول في نفس الوقت، يعني في خلال ساعه ساعتين يكون الموضوع كله اتحل. يعني احنا بنعمل ايه هنا، هو بندخل المريض لما يكون حول كتير زي كده، انا ما ببقاش عارف هل اللي انا هعمله هيصلح كل الحول ولا لا، فببتدي بالبلان اللي انا حاططها، الخطه اللي حاططها، يا اما هشتغل على اثنين يا اما هشتغل على واحده، وده موضوع تاني بنشرحه بالتفصيل، بس ببتدي باللي انا حاطه في الاساس. وبنعمل عمليه مثلا في عين واحده زي حالتها كده، اشتغلنا في عين واحده وصلحنا شويه الحول، اللي هو متوقع نصلح الحول في العينتين، وهنتكلم عن ده كتير بعد كده، بس احنا اشتغلنا في عين واحده، بنرجعها الاوضه، خلصنا العمليات، طبعا بنج كلي او بنج كلي في حالتها كان، وبنطلعها غرفتها تاني وتريح حوالي نص ساعه او ساعه او ساعتين لغايه ما تفوق خالص، وغالبا من خلال ساعه بتكون فائت وقادره تفتح عينيها وتبص لي وتركز عليا وتعمل كل حاجه، وده اللي حصل فعلا. انا بعد العمليات فتحت عينيها وبص عليا، ولما ببص عليا انا بشوف الحول، بقدر اقيم بعد ساعه الحول كله راح ولا لا، فلما بلاقي الحول كله راح خلاص المشكله اتحلت، لكن لو لسه شويه حول ممكن ادخلها تاني لانها لسه صايمه ولسه احنا جنب اوضه العمليات وما حصلش اي حاجه من التنويم في ساعتها، بدخلها تاني غرفه العمليات واشتغل بقى على العين التانيه واصلح الشويه اللي فاضلين، بحيث انا ببقى خلاص الدنيا قربت عليا، يعني الحول هنا كتير قوي بكون قربت العين، يعني العين كان طالبه لبره خالص بلاقيها قربت شويه كده، قربت كتير يعني، بخش على العين التانيه واصلح شويه الحول وتطلع 100%، بحيث ان اليوم الجراحي بتاعنا ينتهي بانها كويسه 100%. لو فتحت لو بصيت على عينيه ولقيت الحول راح زي ما انا متوقع خلاص المشكله انتهت، لو لقيت باقي بعض الحول ما اتصلحش كله خلاص بخش اتدخل تاني واصلح كل الحول. فاذا الحول كله بيتصلح في نفس الوقت في السن الكبير، طبعا في الاطفال الموضوع مختلف خالص، ما نقدرش نعمل الكلام ده كله، يعني بقى صعب نفحص، لكن الكبار في الاغلب بقدر افحصهم بعد العمليه بساعه ساعتين، اذا ما فيش وجع نفتح عينيه عادي، بيبص لي عادي، بيغسل وشه عادي، بيشوفني عادي خالص، ده بعد العمليه بساعه. ما فيش حاجه في الطب كده، مفيش حد ايديه مكسوره ويقدر بعد العمليه يتجبس ويحركها في ساعتها، ولا حتى عامل لوز ويقدر يبلع ولا ايا كان، لكن عندي في الحاول لا، خلص العمليه بساعه ساعه ونص يقدر يعمل كل اللي عايزه، يفتح عينيه ويقرا ويقعد على الموبايل ويبص لي واكشف عليه واقيم الحاول اللي فاضل عنده واشوف عنده قد ايه واصلح له لو فاضل شويه حاول كمان. الموضوع سهل وجميل جدا، وده اللي عملناه مع لوسي، وبشرح لها اذا كنت اتصلحت 100% الموضوع انتهى، ما تصلحش 100% يعني بقى 80-90% هنصلح الباقي، هنرجع تاني اوضه العمليات وهنصلح الشويه الفاضلين، بس احنا في الاخر خالص الهدف بتاعنا ان يكون الحول كله راح. فاذا الموضوع الحول بالذات في جراحاته ومن جماله او من حلاوته، دايما اقول للمريض انا عندي حاجتين ميزتين كبار جدا في الحول، اول حاجه دايما اقول وبعدين دايما اكرر اقول ان الريسك فري، يعني نسبه المخاطره في عمليه الحول صفر، انا بشتغل حوالين العين في البياض، في البياض يعني مش جوه العين، اما زي الاوضه انا بشتغل على الحيطه اللي بره، ما بشتغلش جوه الاوضه، فانا ما بشتغلش على جهاز الرؤيه، فانا بشتغل حوالين العين، فبالتالي ما عنديش خطوره في حاجه شيء، انا لا داخل على النظر ولا حاصل نزيف ولا تلوث ولا اي حاجه خالص، فاذا زي ما بقول ريسك الى حد ما هنقول فري صفر، ما فيش عندي مجازفه.
غير اللي بيعمل ميه بيضاء، غير اللي بيعمل عمليه شبكيه، غير اللي بيعمل حتى تصحيح نظر بالليزك، كلها بيشتغل على جهاز الرؤيه. وفي خطوره من الرؤيه تتاثر. تاني حاجه الريكفري زيرو، يعني الريسك زيرو والريكفري زيرو. الريسك زيرو ان شاء الله الحمد لله ما فيش مشاكل مع عمليه الحول تقريبا صفر، والريكفري زيرو يعني من ساعه ما خلص اوضه العمليات اول ما يصحى يفتح عينيه يعمل كل اللي انت عايزه، عايز تتفرج على التلفزيون تتفرج، عايز تغسل وشك ما تخش جوه عينيك، تقرا، تلعب في الموبايل، اخرج، سوق عربيتك، اعمل كل اللي انت عايزه، ما عنديش اي مشكله خالص. فدي من الحاجتين الجمال جدا في الحول، واللي هم بيعتبروا صعب اعطاء، انا ما اعرفش انهي جراحه في الجسم ممكن تقدم الحاجتين دول، ان ما يكونش فيه ريسك وما يكون ويكون ريكفري سريع صفر، يعني بعد ما تطلع اصحى اعمل كل اللي انت عايزه. فالموضوع مش هدفنا من هذا التبسيط، يعني ان احنا نقول والله يا جماعه ده الدنيا يعني مش بيس اوف كيك، بس عايز اقول لو في مشكله والمشكله دي علاجها زي البنت دي كده ما احنا شايفين علاجها عمليه حول، والحول ده هيفرق كتير في حياتها، ما اقعدش بقى متردد وببقى خايف من حاجات ما هيش موجوده، ان انا هتعطل، ان عينيا هتحمر، ان هيبقى في وجع، ان انا ما فيش الكلام ده، كل حاجه سهله وبسيطه والدخول فيها والخروج منها سهل ان شاء الله. نشوفها بعد العمليه لما جت تابعت معايا ما شاء الله حاول تصلح وعينيها اتعدلت اهي. يعني هي بتقول لي انا سعيده جدا جدا. انا بشكرك كتير جدا جدا على الفكره. ده قعد 3 ايام من عمليه الحول، يعني بعد 3 ايام من عمليه الحول العين حمراء، عين واحده بس حمراء شويه، وهنشوفها مع الوقت الحمراء ده راح، لكن مفتوحه، ما فيش دموع، ما فيش اي حاجه، راحت شغلها تاني يوم، راحت المحل اشتغلت، ما عطلتهاش عن اي شيء خالص. بعدها باسبوع في احمرار لجوه شويه، قل الحمار اللي بره، فضل الحمار اللي جوه، لكن بتحرك عينيها والحول كويس، نقدر نشوف صورتها تحت عشان نحس بالفرق، لان دايما الواحد بينسى قبل العمليه كان عامل ايه، بنشوف الشكل ده واحنا متعودين على الشكل الطبيعي، ننسى احنا كنا ايه قبل العمليه خالص، يعني يقول لي ما عنديش حول قبل العمليه مثلا، يعني او قبل العمليه كنت احسن في بعض الاحيان. لا الحول اختلف كتير والدنيا اختلفت كتير. بعد العمليه بحوالي 3 اسابيع تقريبا كانت مبسوطه جدا وبتضحك ومبسوطه جدا، كل مره كانت بتجي لي بقى نفسيه تانية خالص، حتى يعني لبس ساعدتها بدل على الحياه. The most important you are happy. Very happy. Very happy. دايما تقول لي I'm very happy، مبسوطه جدا. يعني بتسمعني شايف العلامه بتاعتها، نفس الحركه اللي كانت بتقولها يعني لما كنت بسالها بعد العمليه هتبقى عامله ازاي، فقالت لي انا وهتعيط انها هتبقى سعيده، دلوقتي طلعت السعاده دي، وده اللي انا كنت بحلم بيه او بتمناه. نقدر نشوف صورتها عينيا وهي ماسكاها، اظن فرق كبير جدا بين الشخصيه اللي فوق دي والشخصيه اللي تحت. والكلام ده كله يا جماعه بنتكلم في 3 4 اسابيع، انما نشوفها بس بعد 5 6 شهور، لا دي الدنيا ثانيه خالص. يعني احنا الحمد لله صلحنا الحول في 3 4 اسابيع بعمليه تقريبا 10 دقائق في اوضه العمليات، روحت اشتغلت مارست كل حياتها عادي خالص. الدنيا الحمد لله الى حد كبير، الى حد كبير في معظم حالات الحول، في حالات معقده، في حالات صعبه، لكن احنا مش 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 فعلا لا بنسهل حاجه صعبه ولا بنصعب حاجه سهله. الموضوع يعني ما فيهوش ثقل جراحي او ثقل، هو بيحتاج خبره اكيد طبعا، بيحتاج جراحه بالشوكه والسكينه، ده ما احنا بالشوكه والسكينه، مش بالشوكه والسكينه بالظبط، يعني فاين تاتش، بنمسك العضله بالراحه، بنمسك الخيط بالراحه، بنعمل يعني كل حاجه بهدوء جدا، فلما بتتعامل مع الانسجه بهدوء بيكون رد الفعل الجسم مريح بالنسبه لك. كانت مبتسمه جدا، فرق كبير قوي بين الشخصيه اللي فوق لوسي، لوسي بيفور ولوسي افتر يعني. فبقول لها انا بقى سعيد اكتر منك، وانا فعلا كنت بحلم باللحظه دي ستريت. شوف هي كل شويه تقول لي انا حلمي ان انا تبقى عينيا ستريت، تبقى عينيا كده، دايما تجي لي تقول لي انا هبقى عينيا بقت كده، الاول كانت كده دلوقتي بقت كده، كل ما تجي لي عياده تقول انا كنت كده دلوقتي بقت كده، قد ايه سعيده وحلم حياتها انها تشوف عينيا كده، وساعات احس ان الدمعه هتنزل في عينيها، وده اللي انا كنت مستنيه في اللحظه لما كانت قاعده في العياده. لما افتكر اللقطه الاولانيه لما قلت لكم قالت لي انا هبقى وهتعيط كده هبقى سعيده قوي، وبتقولها وشفتها بقى بعد العمليه، يعني ده اللي بيساعدني جدا اكتر من اي حاجه تانيه، ان اللي كنا بنحلم بيه قبل العمليه لقيناه بعد العمليه وان شورت تايم، وربنا وفقنا طبعا كله بتقول لي هنا عين كويسه، هنا عين مش تانيه مش كويسه، بس دلوقتي الاثنين بقى كويسين. وهنا لما اتصورت معاها في العياده يعني واحده تانيه، ده بعد تقريبا يعني بعد العمليه معايا شهر او شهرين، يعني اعتقد بعد كملناش شهرين يعني قبل تصليح الحول، دي كانت الصوره الاولانيه، وهنا بعد تصليح الحول فهنلاقي العينتين تقريبا طالعين على بره في الصوره اللي على الشمال،
لكن بالصوره اللي على اليمين عينيها الاثنين وابتسامتها مختلفه، حتى يعني الابتسامه بقت احلى. طبعا لو هنشوف بعد 4 5 شهور والانسجه التئمت والدنيا التئمت، ما بنعرفش حتى نعمل تعمل تحول الا اذا احنا فتحنا الكمبيوتر وشوفنا الليست بتاعها. يعني حتى كل ما هو اي اثر عمليه التحول بيختفي في العمليه، ويعني موضوع سهل وبسيط ونسبه نجاحه جميله جدا، وبيفرق في طبعا في حاجات كتيره هنكررها دايما وهنقولها. بيحسن الرؤيه، ناهيك بقى عن الشكل، دلوقتي العينتين بقوا شغالين، الاول كان عين كده وعين كده، ده بيقول كشافات العربيه، ده بيقول كشافات العربيه، بغض النظر هي لطيفه ولا مش لطيفه، لكن الكشافات العربيه عشان نستفيد منهم لازم يبقوا قادرين، ما ينفعش يبقى كشاف عدل وكشاف ضار. فلما الاثنين بيشتغلوا مع بعض بيبقى كشافات العربيه عدله، تبقى الاضاءه قويه، المخ يعرف يشوف الصوره احسن. ده اساسي يعني، مش اجتهادي ولا فلسفه، هو ده في طب العيون. في طب العيون ان انا اشوف بقى عندي 6 على 6 ولا 6 على 6 وعدلين، لو مش عدلين واحده حادفه كده ولا فوق ولا تحت، يبقى في خلل في منظومه الرؤيه والدنيا ما تبقاش مظبوطه. يبقى تحسين الرؤيه ده فوائد الحول، تحسين التركيز بيخلي الشخص يركز احسن، بيبقى باصص وشايف احسن، البعد الثلاثي يعني استخدام العينتين مع بعض، بيشوف الحاجات قدامه ورا ويمين وشمال، بيبقى في عمق، لان العمق ده ما بيجيش غير من العينتين مع بعض، كل عين بتاخد جنب من الصوره، وفي الاخر يبقى عندنا بعد ثلاثي. طبعا راحه العينين وتقليل الصداع، لانه طبعا بستخدم انا الاثنين، فالاثنين يعني زي بشيل بايدي الاثنين غير ما بشيل بايد واحده، بشوف بعين واحده وبعدين مره اشوف بالعين دي، فده اجهاد، لكن الاثنين مع بعض احسن. طبعا ناهيك عن الراحه النفسيه وبعد التنمر والتفاعل مع المجتمع، يعني بيبقى الشخص اداؤه احسن. كل الناس اللي عملوا معايا عمليات لما بساله بعد كده بقول له قدمت على وظيفه والثانيه والثالثه واللي اترقى وطموحه زاد، يعني كان الحول احد العوائق لطموحه. يعني حاجه جميله جدا تصليح الحول، وانا بستمتع بيه متعتي الاساسيه لما بشوف المرضى بتوعي بعد العمليات وقد ايه هم مبسوطين والنتيجه كويسه وبتدينا خط كويس.